السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الكلمات. النهاردة معانا مواهب شبابية، مواهب استطاعت بكل قوة إنها تظهر على الساحة. شباب كافحوا ظروف وكافحوا الانتقادات اللي واجهوها وصلوا لحلمهم. النهاردة معانا نرحب بيهم، نبدأ طبعا بالعازف الجميل اللي كان معانا في حلقات سابقة، عمرو عبد الكريم. منور يا عمرو، حبيبي أهلا أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. والشاعرة ندى ممدوح، منورة، أهلا بك. ومعانا محمد قنديل، أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. وأحمد عز، أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام. معانا قمة ونخبة من الشعراء النهاردة والكتاب والعازفين طبعا، مش هنقدر ننساها. حبيبي عمرو هيكون معانا إن شاء الله في الحلقة كلها، يكون عازف البرنامج وأطلق عليه عازف برنامج بين الكلمات النهاردة إن شاء الله. هنبدأ النهاردة بندى، أخبارك يا ندى؟ تمام الحمد لله. ندى كلمينا ازاي بدأتي شعر وبدأتي كتابة؟ كان من حوالي سنة، كنت في مرحلة تالتة ثانوي. أنا كنت دايما متعودة اللي هو أنا بكتب، بس ما كنتش مكتشفة يعني نفسي. فجيت مرة اللي هو أنا جلبت الصوت، جلبت الصوت بتاع القصيدة بتاعت أميرة البيلي. فبعديها أصحابي لأ حلو، فاستمريت يعني بدأت أكتب. وانتوا كده شباب بداتوا ازاي كتابه؟ محمد، انا بدات كتابه من 3 سنين بالظبط. اول ما بدات يعني كنت برضو بقلد، وبعدين اكتشفت ان انا ممكن اكتب عادي فكتبت. فبعد كده كنت بعمل حفلات، كنت بطلع ضيف شرف في حفلات كتير. فكنت بطلع ضيف شرف ان انا اقلد، بس ما كنتش بكتب. فالحمد لله كتبت وبتاع، فلقيت الكلام عجب الناس، فبدات اكتب. بدات كتابه؟ بدات كتابه ومشيت في الموضوع، والحمد لله عملت فيديوهات كتير قوي الحمد لله، ونازله على السوشيال يعني جابها ونازله بشكل كويس. جت تنزل يوتيوب كده؟ بتنزل يوتيوب، بتنزل على الفيس برضو. طب جميل. والحمد لله بعمل حفلات برضو الحمد لله، وبعمل واتعملت ضيف شرف قبل كده في ساقيه الصاوي، كنت ضيف شرف في حفله مين؟ كانت في محمد عنتر. وبس احمد. انا بدات شعر 2013 2014، متاثرا بابن بلدي لان انا من جنة، متاثرا بالاستاذ الكبير ربنا يخليه، متاثرا بالاستاذ الكبير هشام الجخ طبعاً. حبيبي يعني كلنا حبينا الشعر وحبينا المجال عشانه هو كمان يعني حببنا في المجال وفي المسرح عموما. بدات دخلت مسابقات، دخلت مسابقه دار الكتب وثائق قوميه، واخدت مركز اول مكتبات على مستوى مصر ان شاء الله. شاركت تاني برضو واخدت برضو مركز اول على مستوى مصر. ليا كم من الحفلات يعني في القاهره هنا، في المعز، في اسكندريه، حفلات مشتركه. جميل. الحمد لله يعني الواحد بيعمل على قد ما يقدر، اكيد بيسعى. وباذن الله في ديوان جديد قريب باذن الله ان شاء الله ينزل على خير ان شاء الله. ربنا يخليك. نرجع لندى النهارده. ندى، عايزين قبل ما نكمل الحلقه عايزين نسمع كده قصيده. يا حب خادع. اتفضل المايك معاكي. جاهز؟ اتفضل يا عبقري. يا حب خادع، ليه خلتني احبك وعلمتيني معنى الحب؟ قربت مني واهتميت بيا، قولي بس ليه؟ لما انت دخلت حياتي غيرتها، خليتها من ورد دبلان لورد احمر، بعدها حولته لدم بينزف من جوه قلبي من كتر الألم. قد ايه انا كنت هبلة لما صدقت انك بتحبني، يا ريتني والله ما شفتك ولا حبيتك ولا دخلت حياتي اصلا. انا كنت بثق فيك والله اكتر بثق في نفسي، مهما كانوا يقولوا عنك كنت بدافع واقول كلام ملهوش اخر، بس بجد عرفت تكسرني. لا بجد برافو والله. لما انت عارف ان اهلك هيرفضوا اللي علقتني بيك ولا كنت بتسلي وقتك بيا، يعني هكذب لو قلت لك اني هقدر اسامحك، انت متعرفش قد ايه كسرتني. يا حب خادع، ظلمتني وعلقت ظلمك على شمعة الكذب وحبيب اخر، وجاي يقنعني انها دخلت حياته غصب عني وانه مش مرحب بوجودها ومفيش من ناحيته اي مشاعر ولا اهتمام، يعني عن اي حب تتحدث. جاي وبتتاسف، ما تاسفش لاني عمر للاسف ما هيرجع اللي اتكسر ولا هيداوي قلبي اتجرح. لما انت ناوي من الاول على البعد
ليه وعدتني انك هتفضل جنبي ومعايا؟ اللي مش قد الوعد ما توعدوش، اصلها بتوجع اللي قدامك قوي. انا خلاص هعود قلبي ما يبكيش على اللي تركه، فهو ليس يحق حب من باعه، فهو ليس يحق حب من باعه. انت بتعشقه ومش عارف ليه عشقه. انت لما كسرتني كسرتني كالمزهريه سقطت واتكسرت، النقل انك جمحت قطعها المتناثره والصقتها. هل تستطيع وضع الماء بداخلها؟ هل تستطيع ان تضع فيها الزهور مره اخرى؟ ما هو ده اللي قلت عنه مفيش زي منه وطلع زي غيره. لا كتر الف خيره، جاب اخره معايا بدري، ده كان ورايا بجري، كان بيقول لي سمعيني وقولي لي بتحبيني. انا ايوه ارتحت له وغيابه بحن له، لانه كان صريح، كلامه كان مريح، اخلاقه بجد عاليه مفيش زي منه. مفيش في يوم زعلني ما كنت عنده غاليه، حبني وحبيته بس كسرني زيه زي غيره. انا وانت يا قلبي بنروح لناس جدران بيوت حبهم مكتوب عليها سكوت، وأول ما ياخدوا كل شيء منا بيقولوا توت حلو ولا بنوت. بنروح لناس أجساد إنسان بس قلوب ماتت من كام سنة، تتعشم فيهم تسقيهم من كاس الحنان، يسقوك من كاس الخيانة. الله أحسنت يا ندى، أحسنتي. المايك بما إننا سمعنا ندى فإحنا حابين نسمع منكم بقى. نسمع من المبدأ بتاع النهارده، اتفضل. سوري، ثانية واحدة، ثانية واحدة. اتفضل. أقول قصيدة؟ آه. عن الأم. تفضل. هي يعني عن أمي، إن أنا كنت كل عيد أم، أنا كنت جايب لها هدية تقعد أم. تديها قصيدة؟ خالص، هديها قصيدة. جميل. بضحك عليها قصيدة. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. إهداء لوالدة محمد وإهداء لوالدتنا كلنا. حبيبي يا جماعة. اسمها كل سنة. اتفضل. وأنا معيش أجيب لك. كل سنة وأنا معيش أجيب لك، كل سنة وأنت شايلة حمل أتقل من حملك، كل سنة وإحنا معذبينك معانا، كل سنة وأنت شايلانا، كل سنة ويا رب طاعتي ليك تزيد، كل سنة في يوم بيحتفلوا بيه ما بعترفش بيه، شفتك عندي كل يوم هي العيد، وديني جايلك من جديد ومعيش، ممكن تسامحيني؟ قلب الجلب السماح والرضا، ادعيلي بالهدى يمكن يهديني. يا ست القلوب يا حضنة فينا وقت الغروب، ما بقتش اشوف غير حالك، يا عود من الجنة مكتوف، يا حلم شايل كل خوف، وسر الرحمن بعد موتك والنبي ما يكفل بابك، يهون عليا الوجع ويهون عليا الجدع ويهون عليا كل شيء إلا فراقك. انت اللمة وانت الحضن وانت العيلة، انت السقف المتين اللي شايل كل الشيلة، مين من غيره احنا اصلا مش عايشين، بتمد في طاقة ايجابية جوانا ما بنحسش بيها غير وانت بس معانا. مستكترة علي ادعيلك، طب والله بدون دعاكي احنا اصلا مش عايشين، بتحس الخوف حوالينا واحنا مش حاسين، وبتشوف الوجع ازاي في عينينا واحنا مخبيين، كل ده في غيابك مين هيعوضه؟ مين؟ يا حني من الحنين نفسه، يا 100 مليون إحساس جوايا ما كنتش حاسه، يا صور سادد عني كل الهموم، يا نجمة بيضة لمعة في أبهى لون، يا سكنة كل جسمي، يا عشق زائد على عشقي، قولي بس أنت كن هيكون. أنا مليت يا حجة، أنا إزاي مش بيت وأنت سكنة، أنا إزاي مش دور وأنت جارة، أنا أصلاً عايش جوا منك، أسانسير في أحلى عمارة، بواب ودبحاه الغربة، ومستني يا عين الزيارة، مفيش أسود من أيام الغربة، أوعى قلبك في يوم يحللها، عشمان في الجنة اللي تحت رجلك، نفسي ألمس حتة منها، صوت الشوارع جوايا اتحفر، وصوتك وأنت راجعة من السفر، وخمول قلب النعسان في غيابك بعد ما كان مؤمن كفر، هستناكي وأنت شايلة الشيلة وراجع من السوق، زي عيل صغير زمان مش شعبط في الشيل، عايز يعرف جبت ايه وايه اللي فيها، كانت فرحته هاديه، نفس العيل زمان كانت امه بتخرج بالشنطه وهي راجعه تخبيها،
علشان بتبقى فاضيه غلب على غلب وعايشين كتير في الشوارع غلابه نايمين لا بيتصلح حالهم ولا بيتصلح حالنا مهما شكينا وبكينا عمر ما حد هيسال منا نايمين على بساط حرير في الجنه هي دي الاخره وهي اللي لينا ولما نقول المراد ساعتها نقول مين دخل الجنه زينا وبسلم لي علي بالفلوس فاز معلش خدتك معايا الموضوع طويل ندخل في موضوع الجواز عجبك الجو انت موضوع الجواز الموضوع في الاول هتحبيه بعد كده هتكرهيه ازاي هتسكن حضن ابنك واحده غريبه ساعات بيهفك الشوق وقت الفجر انك تصحي تشوفيه لو تلاقيه عريان هتعرفي تغطيه وقت الفرجه بس بنندم ليه ما عيش العمر كله عشانك ليه ما يبقاش اسمي على اسمك وباقي ورثي يبقى حنانك يم القلب الابيض يم العين اللي بتعشق ولا بتداري شفت فيك الام شفت فيك الاب شفت فيك الاخت اللي كاتمه كل اسراري لسه سامع صوت دعاك ليا وانت بتصلي كنت معدي جري من جنبك سمعتك بودني محدش قال لي ازاي بعد الهموم والغموم والمصاريف والعيشه اللي بفكوم والحيره اللي مش سايبانا ازاي بعد كل ده مش نسيانا ازاي انت كده في حد بيحب حد كده منين جايبه الحب ده كله قولي لي قلبك ده مصنوع من ايه صدقيني مش هقوله قولي لي الهمس منين قولي لي بتحسي بمين قولي لي ازاي شايفانا قدامك برغم اننا غايبين بنعيش واقع احلامك اللي كنا بيه مش مقتنعين اصبحت ليا ملجأ واصبحت انا اليتيم ازاي شلتيني في بطنك 9 شهور ومحدش قال لي ازاي شاقولك بطنك عرض وطول ومحدش قال لي عملت ايه معايا تاني ومحدش قال لي عايزك تعرف انك معايا تملي ومش بتفرجيني ضلك زي ضلي عينيك زي عيني كل شيء فيا بيشبهك بالملي كل شيء فيا نسخه من تفاصيلك طبعا مش هحكي لك عن الطول والقصر مش هحكي لك عارفك بتحب الصور والرسم علشان بتباني طويله شفت هذا الجسر كله خلي في هذا الشحط اللي بيقول لك دلوقتي القصيده اهو جه علينا عيد ام جديد ولقيتك فيه برضه القصيده كل عيد ام سعيد وانت سعيده شكرا هنجيبك في عيد الام ان شاء الله بس لا يعني 9 شهور ما قلتلكش اكيد يعني كنت مشغول يا عم حبيبي يا محمد امين يا رب ويخلينا ويخلي امي وامي المشاهدين كلهم احمد هنقول ناصب بعنوان 5 مشاهد تمام 1 كنت طفل حابب الدنيا وعايش كنت بصحى الصبح بفطر لبن وفايش كنت بروح المدرسة وشاطر كنت بصلي واصوم وذاكر كنت كل يوم بكبر وافكر كنت بروح الجامع واكبر كنت بحب اي حد بدون نفاق كنت بسلم على اي حد بالعناق كنت بكبر وكل ما اكبر حلمي يكبر كنت بحل في العقد بس مين يفسر 2 نفسي احب حد بجد نفسي احب اي حد بس حد يحبني ما يجرحنيش ويضمني نفسي في حاجات كتير معاه ما عملتهاش في دنيتي نفسي في بيت بجد اتحدى بيه اي حد يكون فيه ود وحنان واحس فيه بالامان ونفسي في ولد وبنت يكونوا شبهي نفسي في ولد وبنت يكونوا شبهي واللي احبها ما تزرعليش خنجر في ظهري تحس بيا تخاف عليا تحبني في الدنيا دي 3 كبرت وفهمت ان الحياه واحده وان الحبيبه واحده والوحده بالوحده والجرح بالانواع في جرح ينسالك وجرح تنساله وفي جرح يبقالك وجرح تبقاله الحزن طول العمر وكلنا مجاريح كلنا مجاريح اصبحنا زي الريح نهدم مدن كامله ونهدم معاها احلام كل اللي بينا كلام والدايره وقت الجد
وانت كما انسان مش حابب يشوفك حد، شخص انطوائي بتحب السهر على صوت ام كلثوم والقعده تحت القمر، سهران تعد نجوم بتفكر في شخص نسيك، والمشكله كانت فيك بتصدق في اي كلام، السيما والافلام شهد عليها النيل والخضره والكورنيش، واللي الفراق ذبحه بذكرى بس يعيش، اديتها حنين قلبك وهي مش شارياك، انساها من فضلك فهي مش فاكراك. أربعة، الكل بيسيبك، الكل بيعيبك، وانت تبان فرحان قولي ده مين قدك، الحزن ولا هدك، والجرح من جواك ما يبان لحد عويل، ما أبسط التأويل في التجربة الفاشلة، هي يدوب عايشة على حد من دورها، يعلق خيوط نورها على حد يستاهل إنه يتجرح 7 أيام في الأسبوع، والفرح بالنسبة له يبقى ده شيء ممنوع، والاكتئاب مش ليك، الاكتئاب مش ليك، دور على أي شيء بعديك، والضحك على وشك ما تقول لي مين قدك، الضحك على وشك ما تقول لي مين قدك. 5، كل اللي كان قد كان وأصبحنا ذكرى زمان، كان الجميع وقتها بيناموا من غير شوق، كان الحبيب لحبيبته دايما يبص لفوق لأجل نور الشمس ما يصب في الكوكب ويغازل أشياء وهدايا غرامية، يبدأ قانون في الحب الركعة النية، كان الجميع هي وهي الجميع كلهم، ناس كانوا مش ذنبهم انهم يحبوا في ناس بيحبوا ناس تانيين، وقع الجميع في كمين، الحب ده هدية بس ركع النية، ركع النية، ركع النية، كل نية وما أدرى ما فيها. أبدعت أحمد، كلمني أنت، أكيد واجهت انتقادات يعني في الطريق، أنت بتقول بدأ من 2013 14، فايه واجهت انتقادات؟ ازاي واجهت الانتقادات؟ واجهت انتقادات كتير جدا. اول انتقاد واجهته، انا من محافظه جنا مركز ابو تشت، فمن بلد الاستاذ الكبير هشام الجخ، فنفس اللهجه ونفس اللغه، فكانوا بيقول لا انت بتقلد يا جدعان، لا ازاي، قالوا لي لا انت بتقلد، فواجهت انتقادات في الاول بسبب اللهجه الصعيدي، فغيرت اللهجه من صعيدي ايه لقهراوي برضو عشان انا مقيم هنا، فغيرت اللهجه بسبب الموضوع ده، اول انتقاد يعني قابلته. ان شاء الله انتقادات اكيد يعني ملهاش اي سبب، اكيد ده بيدعم لي، لازم اكيد طبعا. محمد في السريع قول لنا ازاي واجهت الانتقادات. انا اول ما بدات برضو كان بيقولوا نفس الكلام اللي هم بيقولوا اللغه وكده، واللغه وكده، بس انا اصلا يعني عشان احنا من الفلاحين يعتبر في محافظه البحيره، يعني هي اعتبر اللغه قريبه شويه. فلما جيهم اتكلموا بتاع قال لك برضو انت بتقلد ومش بتقلد وكده، وانا والله ما كانش بقصدي ان انا اصلا تليك لون مختلف عنه، وكان نفسي اصلا يعني مثلا لما كان عدي مثلا بيقول لي لا انت مش بتقلد، كنت بقول له طب انت شايف ايه مثلا اللي بقوله مختلف عنه، كنت بقعد استفسر وكده تفهم. لحد ما عملت لنفسي لون مختلف الحمد لله دلوقتي يعني، وبدات اعمل حاجات مختلفه وبدخل ميكس اغاني في الشعر. جميل. كان فيديو برضو كنت عامله عن الاب، الحمد لله كان عامل فيوز كويسه الحمد لله. بس جميل. ندى، واجهت الانتقاد ازاي؟ وهنختم معاكي بقصيده سريعه. ما كنتش يعني اي، كنت انا عنيده جدا، فكان اي انتقاد بالنسبه لي لا ده حماس، فما كنتش بستمع لاي انتقاد. طب جميل والله. والله يا جماعه ندى بصي ببساطه واخدين الموضوع ببساطه. طب سمعنا قصيده سريعه كده ندى، اتفضلي. اسمه شطرنج. حزين مسكين، اهتم بالمظهر. عجبتك يا حزين؟ ياك فاكرني هحزن عليك ولا ايه يا حزين؟ اوعى فكرك في يوم يفتكر اني هحزن عليك يا حزين، هيجي يوم وتندم، ما هو الكاس هتشرب منه ألعن وألعن، ربنا يكفيك شر اللعنة. شفت واحد حزين قاعد بيدعي ربنا يكرمها وتتجوز، هو بيحبها، طب بتحبها ليه يا حزين؟
وبتكسر نفسك وبتكسرها. كان ايه لازمته دخولك حياتي؟ كان ايه لازمته انك تكسرني؟ مفتاح قلبي سلمته ليك بكل امان وثقه، مقابل ده انت عملت ايه؟ كسرتني، دمرتني، خدعتني، قلت عنك اول حب حياتي واخر حب، واقسمت اني يوم ما يرجع ليا مفتاح قلبي مش هسلمه حد. لقيت كلامي مش هيودوا لي، لقيت الوحده افضل. بس بقولك مبروك يا سيدي، كان نفسي اقولك فرحتلك، بس والله انا مش شمتان، ورب الكون ربنا ما هيعدي كسرتي بسهوله. كان نفسي اقولك حياه سعيده، بس لقيت نفسي بسقفلك ماشي بتلعب شطرنج. واديك انت اللي كسبت، والكسبان اخرته هتلف الايام ويكتشف انه خسر بكل بساطه. بس انا مش ندمان، بشوف عيونك الخباثه، بشوف في صورتك الخيانه، بشوفك جدعمت النداله. مش هنكر جايز اني مش عارفه احب من بعدك عشان طبع عنيد، يمكن الكبرياء خدني وقت قسوتك عليا، لما يجيبوا سيرتك في الكلام بخاف اعيط بتعصب فبقطع الكلام. قلت ليهم ان نسيت، قلت ليهم ان حوار وعدى، قلت ليهم انه حزين مسكين اهتم بالمظهر، حزين مسكين اهتم بالمظهر. نختم بيها فقرتنا، انتوا كنتوا منوريني وانا سعيد ان انتوا كنتوا موجودين معايا النهارده. نختم فقرتنا، هنروح فاصل سريع وهيكون معانا ضيوف تاني شعراء وكتاب جمل جدا. ناخد فاصل ونرجع لكم. انا بعد الفاصل، وزي ما شفنا في الفقره الاولى معانا عمرو عبقرين ومكمل معانا فقرتنا العازف بتاع الليله. هنبدا بخلود، نرحب بيها خلود عاشور. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نور كاتبه خلود عاشور، الشاعر جميل ابراهيم الوددي، والشاعرة الهام عبدو. اهلا بيكم، منورين الحلقه. في البدايه هنتكلم عن كل واحد عامل ديوان وروايه، صح؟ فهنتكلم نبدا مع خلود بالروايه بتاعتها. كلمينا عن الروايه بتاعتك. هي روايه بعنوان سائر قدسي عن فلسطين، بتكلم فيها عن فلسطين ورحله التحرير والحلم للتحرير يعني. هو طبعا اكيد ما فيش شك ان حلم التحرير هو هدف كل عربي ومسلم يعني. طبعا. بس مش يعني الحلم لوحده ما يكفيش، لازم ناخده ليه خطوات ممنهجه. انا تخيلت الخطوات دي في الروايه وعرضتها بوجهه نظري انا. انا شايفه من اهم خطوات الرجوع او ان القدس ترجع علينا اللغه. اللغه العربيه نهتم بيها. فما عز قوم الا بغاتهم بلغتهم وما ذلوا الا بامتهانه. بعد كده انا شايفه ان اهتمام بالدين اهتمام قوي معتدل بدون تطرف او تعنت، وده اللي بيقودنا ليه الخطوه الاولى. انا لما افهم لغتي كويس هقدر افهم ديني، لان القران انزل بلغه العرب، كذلك اخبار الصحابه وسيدنا النبي واحاديثه. فانا لما افهم لغتي كويس هفهم ديني فهم صحيح معتدل. اكيد طبعا، صح كلامك صح. بس فهو ده اللي انا ناقشته يعني. بس اخر حاجه كنت يعني كفكره عامه في الروايه، ان ابطال الروايه ما كانوش في مجتمع مثالي يعني، لو مش كان في مجتمع اولياء الله الصالحين، بس هم كانوا عارفين هم مسؤولين عن انفسهم بس، فاعتنوا بفهمهم بعقلهم بدونهم فقادوا فعلا للتحرير. جميل. طبعا ان شاء الله فلسطين تتحرر من يوم من الايام، بس ده معناه الزمان. لا مش شرط. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. ابراهيم كلمنا عن الديوان بتاعك. والديوان انا جات فكرته كنت المفروض اعمله من كذا سنه، بس قلت لا مش هتاخذ الخطوه دي دلوقتي الا بعد ما اكون كويس في الشعر وكده. فالمهم عملته وقدمته في كذا دار قبلته، بس اخترت يعني دار معينه وعملته يعني، والاسم يعني شدني كده خليه اللي هو قعدت افكر في اسم كتير معناه عن اخر مشواري في لندن. ايه بقى الاسم، ايه اللي يعني انت اخترت الاسم ده ليه؟ قعدت اختار كذا اسم كده مع الهام كمان، بس ايه حسيته يشد كده. فريق واحد تقريبا، صح؟ في تيم. اسم التيم ايه بقى؟ شادو تيم. شادو تيم. فبس فانا اخترت الاسم ده، حسيته هيجذب الناس وكده، وحتى الغلاف شكله جميل. جميل. الهام كلمينا عن انتقادات اللي واجهتيها في كتابه الشعر، الديوان بتاعك لو ليك ديوان.
لا هو الديوان ان شاء الله هيبقى في معرض القاهره الجاي اللي هو 2021 ان شاء الله باذن الله. الانتقادات اللي كنت بوجهها اللي هو انت بنت انت شاعر بنت ارياف ف ما ينفعش تبقي شاعره او تكتبي ما ينفعش لان احنا انا اصلا من قريه فاللي هو دي الاكثر انتقادات اللي كانت بتجيلي بس طبعا لازم يكون في طفره على الاقل في البلد اللي انا عايزه اللي انا عايشه فيها فبالتالي لازم ليه اوقف انا احققها فليه اوقف ليه ما اثبتش حلمي واحققه واسعى وراه وابقى انا اللي طالعه من البلد اللي انتوا خايفين مثلا ان انا ابقى حاجه كبيره ان شاء الله فيها باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع تاني لكاتبنا الجميله النهارده خلود كنت انت هتقولي خطيره عايزين كده نسمع خطيره بسيطه انت هتقوليها من الديوان نفسه لا من الكتاب من التليفون تمام لا من هو الخطيره موجوده في الكتاب لا لا ده كتابات عاديه كده تمام بتيجي خواطر وكده اتفضلي ثواني حاضر نحن مدينون لمراعي معاكي المايك اهو اتفضلي طيب نحن مدينون لمن راعى مزاجيتنا ولم يتولى عنا لمن مر بنا ولم يترك سوى الطيب لمن أحسن ولم يرى منا طيبا بعد لمن رأى منا المنكر وأبى أن يتفوه إلى الطيب لمن قدر فينا طباعا أهدرها البشر لمن رأى فينا جمالا لم تحصده أعيننا لمن صدق لنا المقال وبرهن بالفعال لمن صدق الجوار وأخلص للمقام لمن طلنا له الهجر وظل ببقايا الود محتفظا لمن سعى لفرحنا ووقف صلبا لألمنا لمن علمنا للحياة خيرا لمن علم عنا سوءا وأبى السمع حتى العشرة لنا لمن فقهنا في دروب الدين حرفا وللحياة فعلا لمن أحسن لنا النصيحة في شدتنا إليها لمن طيب خاطرنا بحرف لمن قاسم معنا الصعابة لمن تبسم لنا لمن تقبلنا كما نحن لمن احتضن أعيننا بين جفونه لمن أحبنا وقطع لنا البلاد نحن مدينون دينا يعجزنا وفاء هيكون لك دوان قريب ان شاء الله كتاب او روايه جديده بعنوان حب عذري ولكن مع دار ام كيري نشر وتوزيع ان شاء الله هيكون في معرض الكتاب الجاي ان شاء الله ملحوظه يا جماعه على فكره يعني معرض الكتاب ده هيبقى اكتر عدد كتاب انا شفته في حياتي لا نازل فيه عدد كتاب كبير جدا شايف يعني مش عارف الناس الكتاب مين هيشتري بقى الكتب ابراهيم هتسمعنا قصيدتي ايه توأم أبيل في العشق اتفضل ماشي المايك جاهز عبقري نجم اليوم الحمد لله ابدا منين يا ابيل من العش ولا الموت صابك سكوت وقتها عن عجز دفنك ليه لما تلاقيت الطير من صغره راح علمك ازاي لا تدفن اخوك مش عشق لا كان شوك مش عشق لا كان شوك بيقطعك نصين كان ايه لزوم الطين يخلق بشر منك سرق الغرور سنك والكل راح يسرقك خليت غراب يسبقك وبقيت شبيه يا قبيل لو كان لعشقك سبب الغراب تقليل حبيت نصيب الاسد ونصيبك انت هو ضاع فازاي تسيب الاسد ينهش في جلده طباع علشان تكون الملك وتعيش في قلب عرين ليه الغرور يا قبيل كان قسمك نصين وخلقت منك نوع ضاع احتشامه الآن يا مخلوين الطين القتل بالمجان والعشق زاد يا قبيل وطريقنا كله الخلف يا بياعين الهوى زيدوا الجرايم ألف واندهلي على الغربان من بين عشاشهم فوق خلي الغراب يفتكر وساعتها تدفن اخوك وتكون ما بين الناس اول جريمه اتحكت وتمثلت دلوقت خلينا اقول يا قبيل انا مره برضو اشتقت وعشقت روحها كتير وعرفت طول السير ان اللي بينا ده سد لو قلت يوم هعبره هيقيم عليا الحد من شخص راح حبها ساب الطرق كلها وتمشى صدفه هناك شافها الغريب ده ملاك وتعلقه في مفترق كل الطرق اللاي قلب الجريء ازاي فضل سكون الليل كان ممكن ابقى قبيل وقت الوحب ونول الناس تحب الاول والقرة طول الوقت هيقولوا عني اشتقت واخترت عشق بميل
شيلوا الحرج عنه، ما هو اصله ابن قابيل. وتعاود الغربان علشان تشوف حظهم، قادر اكون زيهم واتعلم المبدا. ابدا منين يا قابيل؟ من العشق ولا الموت؟ صابك سكوت وقتها عن عجز دفنك ليه؟ لما تلاقيت الطير من صغر راح علمك ازاي لا تدفن اخوك. ازاي تدفن اخوك؟ فعلا جميل والله يا محمد. ابراهيم سوري الهام، ناوي تسمعنا قصيده ايه النهارده؟ قصيده اسمها الا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اتفضلي معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله عشنا وشفنا دنا نكتة على أفواه كلاب، والله عشنا وشفنا دنا نكتة على أفواه كلاب، والغريب إن الزمان ده عادي تغلط دون عقاب، عادي تسمع رأي شخص يسب دينك أو رسولك، فجأة تغرق بين ذهولك وانتقامك للي فات، الثبات على الثأر قوة ورد حق كبير وغالي. بكرة عيش واحكي لعيالي عن حقيقة كلب خالي من الشرف ومن الكرامة، وإن في مليون غرامة للي يتجاوز حدوده، وإن كلب فرنسا لازم يبذل أقصى ما في جهوده، وإن تبقى جميع ردوده بإنه آسف، وإن تبقى جميع ردوده بإنه آسف، وإنه ساء للدين وجازف وإنه خايف، فضل يرجع للتكاتف والثبات على ديننا بينا، ألف عار على اللي يعادينا أو يقلل من كرامة الدين محمد. ديننا عمره ما كان مشدد أو مثال للعنصرية، أما لو تقصد تطرف أو عناصر تكفيرية دول نماذج تحقيرية كل هدفها نفوذ وسلطة، دول نماذج تحقيرية كل هدفها نفوذ وسلطة. خلق عايشة بدين أوانطة، خلق واخدة الدين روشتة تصرف بيها كم هايل من الجرايم، فجأة يبقى الذنب عايم على الإسلام والمسلمين، فجأة يبقى الذنب عايم على الإسلام والمسلمين. ياللي بتزم في ديانتي قول لي قبل أنت ابن مين، تيجي نعمل كم واجهة وكل غلطة بميت إدانة، كوني بنت ده مش مبرر إن لازم أكون جبانة، كوني بنت ده مش مبرر إن لازم أكون جبانة. كل مسلم فينا رافض أي فعل من الإهانة، والإهانة تكون في مين؟ الإهانة تكون في مين؟ ده أنت يتقطع لسانك قبل ما تفكر تهين. يبدو إن الباشا جاهل بالديانة الإسلامية، وإن داء العنصرية طبع فيكم مش في ديننا، فأنت ليه عاوز تديننا بذنبك أنت وذنب أهلك؟ الرسول لو لسه عايش كان زمانه أكيد مسامحك، الرسول لو لسه عايش كان زمانه أكيد مسامحك، كان زمانه بيدعي ربه بأنه يغفر لك مساوئك. هو ده الإسلام يا فندي، هي دي مبادئه اللي فينا. أما عن تاريخ نبينا فتاج مشرف على الرؤوس، خدنا عنه كتير دروس، خدنا إنه بطبعه صادق وإنه صاين للأمانة، وإنه رافض للخيانة بأي شكل وأي لون، وإن كل شيء يهون لجل ما يوصل رسالته، عاش يدافع عن ديانته وعنا إحنا كمسلمين. صعب نسمع صوت إساءة ونبقى شبه المخروصين. ياللي بتزم في رسولي رد قولي أنت ابن مين. بضم صوتي صوت إلهام، وبضم صوتي لكل المنتقدين، لكل واحد أساء للأنبياء، مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انبياء الدين كلهم. انا عايز يعني يكون في حل، يكون في تجريم الاساءه للانبياء، اذا كان مسلم بيسيء للمسيحيين او مسيحيين بيسيئوا للمسلمين، او خارج عن الديانه الالحاد بيسيئوا للمسلمين والمسيحيين. موضوع مش حكايه اساءه او عنصريه، الحكايه اكبر من كده. نرجع لخلود نوره. خلود، هيكون ليك دوان قريب انت اتكلمت عنه، روايه قريبه انت اتكلمت عنها. ايه اللي خلاك تكتب الروايه اللي هي حب عذري ولكن؟ ايه اللي سبب اللي اختار الاسم؟ ان هو يعني مش الحب المبتذل او كده، لكنه هو حب اخلاقي مش المنتشر حاليا، لان الناس كتير بتاخد الحب
مبرر لأفعال مش أخلاقية أو كده، لكن هي القصة اجتماعية رومانسية، بس رومانسي متدين. جميل، الله ينور. خلود، ازاي واجهت انتقادات كمنتقبة وبتكتبي وليكي رواية والتانية جاية، ازاي واجهت الانتقاد دي؟ اللي هو انا مؤمنة بنفسي، يعني طريق النجاح دايما بيكون بدايته انك تكون مؤمن بنفسك. اكيد اي حد بيبدأ اي حاجة جديدة بيتوجه له انتقادات كتيرة، بس المحور هنا ان انا اثق في نفسي، اؤمن بموهبتي. انا لو صدقت نفسي هجبر اللي حواليا يصدقوني، وده اللي فعلا اللي حصل. لو قبل ما بدات، اول ما بدات اكتب، انت هتعملي ايه، مين اللي هينشر لك، ملوش لازمه، ذاكري احسن، ما اعرفش ايه، كل الانتقادات دي. بس انا لما فعلا صدقت نفسي وكتبت روايتي وخلصتها وقدمتها لدار النشر واتقبلت ورحت امضي العقد، اهلي ذات نفسهم صدقوا. بس هم بعد، يعني هم في الاول ناس بسطاء او كده، اللي هو انت هتكتبي ليه او كده. لكن لما رحت امضي العقد حقيقه والله هم اول ناس ساندوني. اختي كانت دايما معايا، سواء في معرض الكتاب، في ان انا اروح امضي العقد، اروح هنا واجي هنا، خصوصا انا من طنطا يعني، فكل شغل بيبقى في القاهره. هم ما كانوش صعب، اكيد السفر صعب. لكن هم دايما كانوا بيشجعوني على كده. لما اثبتت نفسي فهم صدقوا فعلا ان انا استحق الدعم وكده. ان شاء الله تكون حاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. نرجع المنقذه النهارده الهام. نسمع منك قصيده سريعه كده في السريع ونختم بعد كده بكره. هي القصيده اسمها سيناريو البعد. هذا السيناريو حفظته بالملي، وانتي مكانك لسه ما فهمتيش. عينك بتعصى الامر في كل مره، امرتي ما تبصيش وما نجحتيش في نسيانه. شوفي كل مره حاولتي علشانه، وانت في عينيه ثابته ما بتحاوليش. جنبك في شله تملي بتكرهك، ما تركزيش في واحده منهم، هترمي كلمه هتوجعك، ما تبينيش وتعاملي عادي كانك ليها ما سمعتيش. في اللحظه دي هيقوم ويطلب منها تشاركوا دور الشاي. صوت نبض قلبك صاح، صحة أنين الناي وأعلن ثورة على جرحك. كانت فيها الدموع صوار بحق النار، وكل قرار غلط خدتيه لازم تنسيه. بحق النار وكل قرار غلط خدتيه لازم تنسيه. وما تحاوليش تتابعي شفايفه بتقول إيه، أكيد يعني أكيد يعني بيمدح شكل فستانها ولمعت عينه لجمالها، وكل حكاية قالها لك قاعد حالا يقولها لها. بلاش نظرك يقع مثلا على الساعة اللي حضن ايديه، لأنك فجأة هتلاحظي إنها هدية من الهانم لسيدنا البيه. دموعك فجأة هتخونك، ومطر الحسرة ينوي سيول. بكرة يزول، ده بكرة يطول وما يزولش إلا نبض الروح. كتمت البوح وأدمنت الوجع بصمود، مصيره يعود ما بيعودش. الله ينور عليك. نختم في السريع كده مع ابراهيم. لساني بحن لتفاصيلك وبعيش تفاصيل كملت بيكي. على مجمل ذكرى من الايام بشتاق ليكي. لساني العيل في عياطي على روحك لو مره تغيبي. لساني الواد اللي بيحلم تنطقي بلسانك، ده نصيبي. ولكنك قاسية وغدارة، وقيدت أنا روحي بروح غيري مغرورة، وشايفة قساوتك لين وأنا عيل تايه في مصيري. قلتيلي إن أنا فيلم درامي وإن أنا مشوار كان في حياتك. سبتيني لوحدي مع الأيام ويا صفاتك، وطفيت النور من بين عيني ورجعت كفيف أسوأ تاني. يا أناني يا جاني يا سيرة الخير، واتقلبت بعد فراقك شر. كان مين مضطر يسيب أصلا زي ما سبتي؟ بلعن في اليوم اللي ندهتك فيه بحبيبتي، وبعيش على ذكرى اتنين اغراب مع قلبه وعايش حلمه سراب. ينشر سرده يدبل ورده، ينشر تخطيف من حكايتكم، يضحك على شكله في مرايتكم، وازاي كان جاهل بالحاصل. شكرا ليكم، وانتظرونا الاسبوع الجاي من حلقه جديده من برنامج بين الكلمات.